نيمار لاعب المنتخب البرازيلي وأحد لاعبي كرة القدم الذين فازوا بحب الجماهير منذ بدايته الاحترافية من 9 سنوات، يتباهى بفخر بلقب أفضل لاعب في العالم، ويعيش أسلوب حياته لإثبات ذلك مع امتلاكه لمجموعة سيارات تقدر قيمتها بأكثر من 1,300,000 دولار أمريكي، وطائرة خاصة تكلف أكثر من 7,900,000 دولار أمريكي. أولاً، أودي R8 سبايدر. سيارة نيمار البيضاء أودي R8 سبايدر متألقة وشرسة وسريعة، مدعومة بمحرك V10 سعة 5.2 لتر وقوة 540 حصاناً وعزم دوران قدره 540 نيوتن متر، وهو ما يكفي من الطاقة لتتسارع هذه السيارة من 0 إلى 100 في غضون 3.6 ثواني، وأن تصل إلى سرعة قصوى تبلغ 318 كيلومتر في الساعة. ثانياً، أودي RS7 أكثر عملية ولكن ليست أقل إثارة من سيارتي أودي في مرآب نيمار. أودي RS7 مزيج من العملية مع الشكل الخارجي الرائع المطلي باللون الأزرق الساطع. تحت غطاء السيارة يوجد محرك V8 مزدوج التيربو سعة 4.0 لتر يعمل على إخراج 605 حصان وعزم دوران يصل إلى 750 نيوتن متر. ثالثاً، فراري 458 سبايدر. النجم البرازيلي الذي استطاع دائماً خطف أضواء الشهرة لم يفشل في امتلاك النجم الساطع فراري 458 سبايدر. تطابقاً مع مظهرها الرائع، تحمل فراري محرك V8 سعة 4.5 لتر يولد 570 حصان وعزم دوران يبلغ 540 نيوتن متر. تتسارع هذه السيارة من 0 إلى 100 في غضون 3.4 ثواني. رابعاً، مازيراتي MC12. تقتصر سيارة مازيراتي MC12 على 50 وحدة فقط في العالم، ولا يمكن إنكار أنها من أغلى السيارات. مازيراتي MC12 هي أعجوبة السيارات، مبنية على هيكل سيارة الأسطورة إنزو فيراري مع محرك V12 الذي يعمل على دفع 620 حصان وعزم دوران 632 نيوتن متر من خلال ناقل حركة يدوي أوتوماتيكي من 6 سرعات، ويحقق 100 كيلومتر في الساعة في غضون 3.8 ثواني، وسرعة قصوى تبلغ 330 كيلومترا في الساعة. خامساً، بورش باناميرا. تفكك بورش باناميرا الحدود وتضع معايير جديدة. إن طراز التربو الذي يتواجد في مرآب نيمار مثير للإعجاب. من خلال محرك V8 سعة 4.0 لتر ينتج 545 حصان وعزم دوران يبلغ 770 نيوتن متر. لتتسارع باناميرا التربو من 0 إلى 100 في غضون 3.8 ثواني، وتبلغ قوة قصوى قدرها 306 كيلومترا في الساعة. وها نحن قد وصلنا لنهاية حلقتنا اليوم، ولا تنسوا الاشتراك في قناتي يلا موتر لتكونوا على اطلاع على آخر الأخبار.